بعد تعادل الاهلي مع بيراميدز امبارح، هل تعتقد ان الزمالك هيستغل الصداره؟ ما اعتقدش بصراحه، لان مستوى الزمالك برده مش ثابت او مش كويس، برده المستوى برده متذبذب، فاعتقد برده ان هم هيتعادلوا او هيقعوا برده. هي المنافسه تفضل ما بينهم هم الاثنين، ده يتعادل ده يكسب لحد اخر الدوري غالبا. ما اعتقدش ان الزمالك هيستغل الصداره، حتى لو استغل الصداره مؤقتا كده بحكم ان احنا رايحين كاس العالم للانديه، الاهلي هيرجع ياخدها منه تاني، لان دي طبيعه الفريقين، يعني الاهلي اول والزمالك تاني. لا ما اعتقدش، لان الزمالك شخصيته مش قويه قوي، فلا ده مش هياثر على الاهلي خالص يعني. يعني ده طبيعي يتعادل ماتش، الزمالك برده اخر ماتش ما متعادل يعني، فده مش مقياس تماما خالص يعني. الزمالك مش فريق قوي يعني عشان ياخد الدوري. لا الاهلي معاه مدرب، مدير فني كويس جدا، الاهلي برضه هياخد الدوري السنه دي ان شاء الله. لا طبعا الاهلي هو اللي هياخد الدوري، عشان لسه في بدل ماتشات كتيره، ولسه في منتوشه كتيره للزمالك، ولسه الزمالك هيقابل الاهلي، والزمالك احتمال يقع في ماتشات كتيره، وان شاء الله الاهلي هو اللي هياخد الدوري يعني. الاهلي ما بيتاثرش، بس برضه المدرب الجديد موسيماني ده لازم، هو لحد الان ما تعرفيش، مش باين له خطه يعني، مش عارف هو بيلعب بايه يعني، فاهمه؟ لسه محتار شويه، وبيغير وينزل وتغييرات كتير، ف لا لسه الدوري طويل يعني، فهنشوف. بس الاهلي لا ما بيتاثرش بالكلام ده. والله هو طبعا ما اقدرش اقول لان المشوار لسه طويل، واحنا لسه في بدايه الموسم، بس الزمالك طبعا فريق كبير وهو عنده لعيبه كبيره الفتره دي، وانا شايف ان الزمالك يقدر يعمل او يحقق وياخد الدوري الفتره دي، بس طبعا الاهلي فريق كبير والدوري بتاعه كل السنه. يعني على اداء الاهلي امبارح كنت شايفه ازاي؟ هو كان اداء متحفظ قوي وما كانش فيه الشراسه الهجوميه اللي كانت المفروض تبقى موجوده. الاهلي عنده روح من زمان، بيلعب على بطولات طول عمره، عنده بطولات ما بيشبعش البطولات. لعيبه الزمالك هي نعم لعيبه كويسه ولعيبه محترمه جدا. فرقه نادي الزمالك من وجهه نظري انا هي محتاجه اداره كويسه. اداء الاهلي امبارح كان جميل، وطاهر محمد طاهر لعب ماتش امبارح جميل، واللعيبه امبارح اللي كلها كانت بتلعب ماتش حلو قوي بصراحه. محمد شريف برضك يعني حاجه جميله قوي، بس هي التوفيق هي بس هي اللي ما كانش ماشي.